المزيد حول عمليات تجهيز القافلة يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. قافلة التحالف الوطني وصناع الحياة لدعم أهالينا في قطاع غزة. خلية نحل دؤوبة لا تكل ولا تمل، تعمل ليل نهار لجمع هذه المساعدات الإنسانية بأنواعها المختلفة، مرة مساعدات طبية ومرة مساعدات غذائية لأهالينا في غزة. هؤلاء الشباب المصريين، زهور مصر من الأولاد ومن البنات الذين يأتون من كل المحافظات المصرية ليشاركوا بقلوبهم وبأيديهم في تعبئة هذه الكراتين بالمساعدات أو الإعانات لأهالينا في غزة، وتحميلها على الشاحنات التي تتجه ضمن القافلة الثانية التي تتجه إلى معبر رفح ومنه مرور إلى الجانب الآخر في فلسطين الحبيبة ليتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني من الجانب المصري. خلية نحل كما نقول لا تتوقف ولا تكل لتقدم المعونات الغذائية والمساعدات الغذائية والطبية إلى أهالينا في غزة بكل الحب، لنقول دائما للفلسطينيين ولأهالينا في غزة: مصر في ظهركم ومصر معكم وأنتم في قلوبنا جميعا، بالقول وبالعمل.